احمد رفعت راح فين يا محمد؟ انا معاك انا معاك. اه انت رحت فين يا ابو كباتن؟ كل معاك يا حبيبي. ازيك يا ابو كباتن؟ اهلا بيك. الاغنيه نحط ايدينا في ايد بعض وان يعني نخلينا مع بعض و... وراي حضرتك ايه؟ الاول مبروك، الف مبروك الاول. الله يبارك فيك يا كابتن. الف مبروك يا ربنا يخليك يا كابتن. طبعا لو الكلام ده اتنفذ يبقى ده اللي احنا عايزينه. النادي نادي الزمالك ناقص الحب. ناقص الحب نادي الزمالك، لان احنا كل مجموعه في حته، وكل مجموعه في وادي، كل مجموعه مع مجلس اداره، كل مجموعه مع عضو مجلس اداره. فالكلام ده ما ينفعش، لازم الحب يكون موجود علشان يبقى ايد واحده ومجموعه واحده وتتنعكس الكلام ده على الفرق الرياضيه في النادي. على الفرق الرياضيه في النادي بدون حب مش هينفع النادي الزمالك ولا ينفع ولا تنفع الفرق الرياضيه. كابتن، استقبلت الخبر ازاي بتعيينك يا كابتن احمد؟ والله انا يعني انا ناس يعني كابتن المستر جلال كلمني الاول وقال لي قال لي الخبر، فيعني خد رايي فيه. قلت له والله يعني مش عارف، يعني انا تحت امر النادي والنادي نادينا البيت الثاني، وانا ما اقدرش اقول حاجه للنادي. لا، نادي النادي الزمالك، انا اشتغلت في جميع جميع الاماكن في نادي الزمالك وجميع الوظائف في نادي الزمالك، وانا النادي ما اقدرش اقول له لا اطلاقا يا كابتن. طب انت حضرتك هتبقى مسؤول عن كرة القدم اكيد، لان انا مش شايف يعني شايف ان حضرتك الاسم الابرز في كرة القدم في مجموعة المعينين يعني. فكرك ايه يا كابتن احمد في المستقبل؟ والله انا اول حاجة تفكيري ان ما حدش يجي جنب جهاز الكورة، وما حدش يجي جنب حسام حسن وابراهيم حسن، وما حدش يجي جنب لاعيبة الكورة في نادي الزمالك، ولا يجي ناحية الكورة. الكورة دي بتاعتنا لوحديها، وكلها تمشي زي ما هي ماشية، والامور زي ما كانت ماشيه في المجلس الاداري القديم تبقى زي ما هي، واحنا باكنج ورا الجهاز الفني ورا اللاعبين، ومش هنعمل حاجه غير ان احنا وراهم الى ينتهي الموسم ينتهي عقدهم والحمد لله، ويعملوا نتائج كويسه مشرفه باذن الله تعالى. طب تعليقك ايه على العمل اللي لقوه في نادي الزمالك، سحر اللي لقوه في نادي الزمالك؟ تعليق حضرتك. انا ما عنديش فكره عن الكلام ده يا كابتن. ما شفتوش؟ ما سمعتوش؟ طيب لا لا لا، ما سمعتوش انا الكلام ده. الكلام ده ما تعليش يعني في حاجه زي كده. اتكتب ليكون في حد حط حاجه ثاني؟ ولا ممكن، لا ممكن، كل شيء ممكن، لكن انا ما بصدقش في الكلام ده. طب يعني انا خططك بقى انت كاحمد رفعت بس هتحمي. انا عارف انك قادر على انك تحمي، شخصيتك قويه، وانا انت كنت مدربي في يوم من الايام يا كابتن، وكنت بشعر بكده في الحقيقه يعني، ونعلم تماما بكفاءه حضرتك. الله يخليك. لكن فكرك ايه في تطوير اداء نادي الزمالك، في تطوير المستوى النادي، ازاي الجماهير ترضى عن فرقه كوره، لان فرقه كوره هي العنوان لنادي الزمالك. كابتن مجدي انت عارف احنا جايين من فتره محدده، احنا جايين من فتره انتقاليه محدده لمده سنه، وبعد كده هتطرح ما هي، عشان كده النقطه دي مهمه جدا. ازاي هتختصر كل اللي نفسك فيه في سنه؟ صح الكلام ده، يعني انا بقول لك الكلام ده ده حقيقي. الكلام ده احنا جايين في فتره انتقاليه لمده سنه، احنا هنمشي النادي لمده سنه، وبعدين نطرح الجمعيه العموميه لمده 24 تانيين، وفي الفترة دي اللي هنقدر نعمله نعمله حسب امكانيات النادي الموجودة، واللي مع شباب نعمله مش هنقدر نعمله عادي، يعني لان احنا جايين الناس عارفة احنا مين واحنا معانا ايه وانتوا معاكم ايه والحاجات دي كلها. طب انت كاحمد رفعت بقى الخبرة الطويلة جدا في كرة القدم، لو اتعرض عليك ان شيكابالا يحترف ويسافر ويترك نادي الزمالك هتوافق؟ والله يا كابتن مجدي لسه التفكير في الكلام ده مع الاعضاء مجلس الاداره، نشوف مشاورهم ويشاورونا. انت رايك مهم، انت بتاع الكوره. انت بتاع الكوره يا كابتن احمد. لا قول لي رايك الشخصي، انا خليني دلوقتي انساني، انت لسه ما استلمتش. انت ايوه لسه ما استلمتش، انا بقول لك اتوافق انت كفكرك تقول استفيد بالفلوس ديت ويروح ينطلق الولد واحنا نجيب وناس زمالك تقدر تطلع 20 شيكابالا، ولا رايك ايه؟ لا ما يطلعش 20 شيكابالا في نادي الزمالك، لان شيكابالا واحد في نادي الزمالك. هو شيكابالا. طب اوكي، يعني مش يعني ما توافقش على انك تسيبه. يا انا 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 عن نفسي بقول لك اذا النادي هيستفيد في الفتره ديت من شيكابالا، يبقى لازم يعني نحس شيكابالا على هذا. اذا ما مش هيستفيد نادي الزمالك مش هنقدر نسيبه اطلاقا، لان شيكابالا نجم الاوحد في نادي الزمالك العالي. تمام يا كابتن. تقول ايه بقى للمستشار جلال ابراهيم هو موجود معانا؟ قول له شد حيلك يا جلال دي ونمشي كما يرضي الله، وان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله تعالى. الله يخليك، شاكرين يا كابتن احمد.
عفوا. ربنا يخليك كابتن احمد، شكرا جزيلا لمداخلتك معانا.